السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه النشرة الجوية خاصة بحالة الطقس بالمغرب اليوم وغد والأيام القادمة في هذه النشرة الإنذارية إن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التفاصيل بإذن الله. وبالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله فيحتمل أن تكون أجواء مستقرة إلى قلة سحب مع ارتفاع من هطول درجات الحرارة، درجة حرارة مفرطة نسبيا ليوم غد مستمرة على عدة مناطق من المملكة كما هو مبين لكم إخواني الأعزاء. طقس حار وحار جدا خصوصا المناطق الوسط الداخلية وكذلك أعلى هضاب الفوسفات والرحمن والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة على الجنوب الشرقي للمملكة. بالنسبة إن شاء الله للتوقعات الأمطار فيحتمل تكون أثار عادية كذلك كالمعتاد فوق المرتفعات الأطلس على بني ملال وخنيفرة وكريكو ميدلت وتنفت إيميلتي الأوكيم درو أنزميز وإيميلتان والتساقط أثار عادية محتملة مع ارتفاع في درجات الحرارة. سوف تستمر درجة الحرارة كذلك اليوم الخميس بحول الله ويتوقع بحول الله كذلك استمرار العواصف الرعدية فوق المرتفعات